الدرجة الأول مشاهدين الأعزاء، واستطاعت أن تحقق هذا الانتصار نيل الفوز والناموس والطموح دائما بانتزاع المراكز الأولى. ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن سار على الدرب وصل. هذه الانطلاقات، ها هي مشاهدين الأعزاء دروب المطاية تقدم دائما لنا أجمل التحديات والجديد الجديد المفيد دائما في سباقات الهجن وتحديات هذه الأسماء. سلهودة إذن على المركز الأول، هي المسيطرة وهي الباحثة والواصلة إلى خط النهاية بالمركز الأول والصدارة. سلام عيناوي، سلام على هذا الفوز وهذا الانتصار، واسعد الله صباحك يا بن شلثم يا الخيالي على فوز سلهودة بأول الأشواط الصباحية، الشوط الرئيسي الخاص بالمحليات الأصالة. تهانينا والناموس بينما انتصار، دمعة وانتصار، انتصار ودمعة، دمعة وانتصار. شوف الرقص ما بين الثنتين، شوف الأداء ما بين الثنتين. الله يا دمعة، الله يا انتصار، انتصار ودمعة. الأمتار الأخيرة انتصار مشاهدين العزاء، ودمعة دمعة 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 دمعة. محمد بن عبيد بن يزرب العامري غيرت إلى مقدمة الشوط، عادت إلى المركز الأول، انطلقت بهذا الأداء، بهذا الشكل الجميل، بهذا الأداء الرائع. يا سلام، تهانينا تهانينا محمد بن عبيد بن يزرب العامري. شوف الرقص في الأمتار الأخيرة، يا سلام يا دمعة، وسلاماتنا عيناوية في هذا الصباح الجميل. تهانينا محمد بن عبيد بن يزرب العامري على فوز دمعة وأداها الجميل وانطلاقتها الرائعة. انتصار كذلك قدمت أداء جميل. سيف بن غالب بن سلطان المنصوري يحاول بانتزاع المركز الأول، يقدم شاهين في هذا المسار، والعناوي صامد، هملول بالمركز الثالث، رعد بالمركز الرابع، أسماء قادمة، أسماء حاضرة بالتنافس، بينما العناوي صامد لا زال في المركز الأول. محاولات من شاهين، محاولات أخيرة، شاهين العناوي ورعد، رعد وشاهين والعناوي، ولكن العناوي مشاهدين الأعزاء هو من حصد المركز الأول حتى هذه اللحظات. العيناوي تهانينا، واسعد الله صباحكم يا هالي السمحة على هذا الفوز وهذا الانتصار. مصبح بن سعيد بن سالم الرميثي، جود مورنينج يا الرميثي، واسعد الله صباحك على هذا الفوز. المركز الثاني شاهين، سيف بن غالب بن سلطان المنصوري. المركز الثالث ياتينا رعد لسعيد. هو المنطلق، الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه العروض الممتازة، على هذا الأداء المميز بانطلاقة براك علي بن راشد الهاتف الاكتبي. قدم هذا الاسم في انطلاقة هذا الشوط، في تحديات هذا الأسماء، لينفرد لينطلق أيضا مع الأمتار الأخيرة بهذه العروض الممتازة، بهذا الأداء المميز بانطلاقة براك وعروض براك التي يقدمها دائما وأبدا في جميع المشاركات. وها هو براك يحقق ناموس هذا الشوط بالفوز والانتصار بهذه العروض الممتازة. تهانينا والناموس لا سيد علي بن راشد الهاتفي الاكتبي على هذا الفوز والانتصار وفوز براك، ولحظات وصوله الى خط النهاية معلن بهذا الفوز والانتصار بهذا الشوط. المركز الثاني مشوش لا سيد علي بن تحركت جبارة، سيف بن ساري بن بلوش المزروعي تحركت جبارة، أعلنت جبارة هناك على الصدارة، ولا زالت الشاهينية. سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي على المركز الأول، 400 متر الأخيرة لا زالت السيطرة، لا زالت الانطلاقة من الشاهينية. سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، ولكن جبارة قادمة، جبارة جبارة، الشاهينية لا زالت مصرة، وجبارة تتحرك، مصرة الشاهينية. خلاص خلاص، تهانينا تهانينا للمرة الثانية مع سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي على فوز الشاهينية بالمركز الأول في هذا الشوط وانطلاقاته وتحدياته. تهانينا وناموس سيف بن سهيل بن كلثم الخيالي، بينما جبارة قدمت أداء جميل. سيف بن ساري بن بلوش المزروعي في ثاني المراكز، المركز الثالث. على المركز الأول، خلاص
باي باي قالت لها مسلمت على اهالي العين على اهالي دار الزين انها الشاهينيه في المركز الاول. الشاهينيه 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 هي المسيطره حتى هذه اللحظات على مسار هذا الشوط على مسار هذا الشوط. المركز الثاني هناك يحاول الظاهري ان ينتزع المركز الثاني من فراسه ولكن خلاص الشاهينيه تقلع مشاهدي الكرام بالفوز والانتصار والناموس المميز الناموس الجميل التي تحمل هذه الذلول امام حضراتكم لتفوز بمشاركه هذا الشوط ومشاركه اجواء المرموم في هذا الصباح لتحتل المركز الاول بتوقيتا وتحديا لتهدي اهالي العين وبن حمرور الفوز والانتصار. ها هي الشاهينيه مع خط النهايه سعيد بن محمد بن حمرور العامري المركز. التي يقدم فيها العروض الممتازة والأداء المميز بانطلاقة هذا الشوط وتحديات أيضا هذه الأسماء التي تنطلق أيضا مع المحيط ليسجل ناموس هذا الشوط ليسجل هذا الانطلاق الرائع والجميل مع المقدمة مع المركز الأول المحيط خليفة بخميس الغويص السويدي. أشكرك أيضا على هذا الأداء المميز أشكرك يا الغويص أشكرك على انطلاقة المحيط وتحدياته الخطيرة التي دائما يأتي بها ليسجل إنجازا بها هذا الميدان وسجل ايضا حافلا بالمحيط دائما بجميع مشاركاته ولحظات ايضا وصوله الى خط النهايه معلنا بهذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس سيد خليفه بن خميس الغويص السويدي على فوز المحيط بالمركز الاول. المركز الثاني شاهين لسيد خليفه بن سالم الرويس الاكتبي بينما شوف شوف مشاهدي للعزاء شوف شاهين شوف مايهاب شاهين مشاهدي للعزاء ومايهاب يتواجد في هذا الشوط. هناك بن حضيرم وهناك الغفلي الله 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 يا هذا الشوط شوف التنافس الامتار الاخيره والمركز الثالث بينضم معاهم روز رايز حارب بن يمعه بن صبيح الفلاسي ولكن خلاص بن حضيرم غير الى مقدمه الشوط. مايهاب حمد بن عبيد بالزفنه بن حضيرم الاكتبي على المركز الاول على الانطلاق الاول يا سلام الامتار الاخيره ولكن خلاص مايهاب حمد بن عبيد بن حضير من الكتبي على المركز الاول على الانطلاق الاول ولكن هناك مشاهدي العزاء شاهين ولكن خلاص تهانينا لحمد بن عبيد بن حضير من الكتبي على الفوز بالمركز الاول. شاهين في المركز الثاني لحمد بن راشد بن خليفه الاغفلي المركز الثالث وصل من رايحي في اللحظات الاخيره انتزع المركز الاول بدون اي تعليمات. ها يا سلام يا سلام يا سلام الشاهينيه الشاهينيه هذه الشاهينيه انطلقت في اللحظه الاخيره الاخيره وانتزعت المركز الاول المثيره المثيره انها الشاهينيه علي بن سالم الرايحي الرايحي الرايحي. اذا مشاهدي الكرام هنا ياتي الرايحي ليرتاح مع المركز الاول ويرتاح بناموس الشاهينيه لتقدم بدون اي تعليمات او اي توجيهات هي على المركز الاول تقدم الأداء الجميل والأداء المميز علي بن سالم الرايحي على المركز الأول. أسعد الله صباحك يا الرايحي على هذا الفوز وهذا الناموس راس الخيمة صباح الخير يا جلفار على هذه الانطلاقة وعلي بن سالم الرايحي بدون أي تعليمات تصل إلى المركز الأول الشاهينية بالفوز والانتصار. بن غافان اليابري يعلن خوفه في هذا الشوط لتعلن الانفراد عن المشاركات لتعلن الانطلاق. الشاهينية سيف بن هزيم بن محمد المسافري في ثاني المراكز ولكن خلاص اليابري بيسلم على اهالي العين دار الزين اسعد الله صباحك وبيخصص اهالي الفوعه في هذا الصباح الجميل. تهانينا مشاهدي للعزاء على الفوز على الناموس وهذه خوفه الشليويح بن محمد بن غافان اليابري يعلن الفوز اليابري في هذا الشوط. تهانينا والناموس يستحق ويستاهل هذا الفوز وهذا الناموس وهذه استراحة المحارب في 50 متر او 30 متر الاخيرة. تهانينا والوصول الى خط النهاية بينما المركز الثاني شاهيني
وحشيم ومياس، مياس وحشيم، الله 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 الله، يا سلام مياس، مياس سيف بن ساري بن بلوش المزروعي اعلن بانطلاقة مياس مع ال 400 متر الاخيرة ليغير الى مقدمة هذا الشوط، لينفرد مع الامتار الاخيرة والخطيرة. ما شاء الله تبارك الله على هذا الاداء المميز، على انطلاقة مياس بمقدمة هذا الشوط لا سيد سيف بن ساري بن بلوش المزروعي، ما شاء الله على هذا الاداء المميز بانطلاقة هذا الشوط وتواجد مياس ليكون حاضرا في ارضية هذا الميدان، ميدان المرموم. مياس مياس ما شاء الله تبارك الله على هذا الانفراد في الامتار الاخيرة ليحقق ناموس هذا الشوط، تهانينا والناموس لا سيد سيف بن ساري بن بلوش المزروعي على فوز مياس بالمركز الاول. المركز الثاني جياش لا زال على المركز الاول، جياش في مقدمة الشوط، محمد خاطر الشامسي لا زال على صدارة الشوط، اللحظات الاخيرة اللحظات المثيرة، يا سلام الله يا جياش، ولكن بن صاروخ، بن صاروخ النعيمي، بن صاروخ النعيمي وبن عبلان، بن عبلان وبن صاروخ، بن عبلان وبن صاروخ، ولكن بن عبلان، بن عبلان من الجانب الاخر، الله 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 الله، لا في لا في لا في، عوض بن حمد بن عبلان الاجتبي، وهنا النعيمي بن صاروخ بن عبلان وبن صاروخ، اللحظات الاخيره اللحظات المثيره، لافي 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 وشديد، لافي لافي واللحظه الاخيره، ولكن بن صاروخ النعيمي ينتزع المركز الاول. مياس 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 تهانينا والناموس على هذا الفوز، عم صبح بالنايع بن صاروخ النعيمي المركز الثاني، وصل العوض.